من الأراضي الأردنية ننتقل إلى الأراضي الفلسطينية، حيث عقد تدريب ميداني لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة نابلس لمواجهة احتمالية حدوث أي زلزال افتراضي. إلى التفاصيل. هي أكبر مناورة تدريبية لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ضمن مجلس الطوارئ في مدينة نابلس، وتهدف لتمكين القدرة الجماعية في مواجهة المخاطر. المشاركون بالمناورة ظهروا يحاكون وقوع زلزال نتج عنه العديد من الحوادث والمخاطر كانهيار المباني وإخلاء المدارس والمؤسسات ووقوع حوادث السير، والهدف هنا هو الوقوف على جاهزية كل الطواقم المعنية وسرعة استجابتها، خصوصا في ظل عدد كبير من الهزات الأرضية التي وقعت خلال الشهرين الماضيين. تمرينات عملية ميدانية مع كافة الشركاء من أجل إطلاع الجمهور على إمكانيات الدفاع المدني، وأيضا لتنسيق العمليات الميدانية مع الشركاء وفهم أدوار كل شريك على حدة، حتى نخرج بمنظومة طوارئ قادرة على الاستجابة لمختلف أنواع الحوادث بما فيها الأزلات الأرضية والمنخفضات الجوية، والتي تستدعي تدخلا لكافة شركاء الطوارئ كما ذكرت لك من الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الشرطة، شركة الكهرباء، حتى أيضا يستطيع المواطن أن يطلع ويرفع من مستوى وعيه وفهمه لأدوار الدفاع المدني المختلفة، وكون الدفاع المدني يعمل كمركزا للجهد الوطني في إدارة الكوارث. إنشاء فريق إنقاذ وطني للتدخل في حالات الزلازل بمفهوم البحث والإنقاذ الدولي وتابع لبرامج الأمم المتحدة المختلفة، إضافة لنظام العمليات المركزي الذي يتبعه الدفاع المدني في إدارة العمليات لطواقم المختلفة. مع انطلاق ساعة الصفر، سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت على عجل إلى شارع فيصل في وسط المدينة، حيث المكان المحدد للزلزال المفترض. وفور وصولهم للمكان ترجل رجال الإنقاذ بسرعة من مركباتهم لتقييم الوضع والشروع بتنفيذ عمليات إنقاذ لعدد من العالقين أسفل مبنى منهار بمحاكاة واقعية لما قد يحصل عند حدوث زلزال حقيقي. نابلس معرضة لأن يحدث فيها حدثا حقيقيا، سواء لطبيعتها الجغرافية أو لتقدير الخبراء ومراكز رصد الزلازل، وبالتالي هذا التمرين يحاكي حدث حقيقي من خلاله نستطيع أن نكتشف إمكانياتنا وقدراتنا وخبراتنا، نستطيع أن نكتشف ماذا لدينا من إمكانيات، نستطيع أن نكتشف كيف نوظف هذه الإمكانيات في الاتجاه الصحيح، ونستطيع أن نبحث عن أخطائنا، نستطيع أن ندقق في سرعة استجابة المؤسسات للحدث الحقيقي، وسرعة الاستجابة هي حقيقية وليس تمثيلية بالمناسبة. التدريب الميداني اشتمل على عمليات إنقاذ وإطفاء للحرائق وإخلاء للمباني والمدارس، إلى جانب التعامل مع حوادث سير خطيرة مع وجود عالقين بالمركبات. المشاركون في المناورة ومن كافة الجهات تعاطوا مع الأمر بجدية وكأنه حقيقة واقعة، لأن الأداء كان يخضع لتقييم الجهات الرقابية بشكل كامل. نظرا لطبيعتها الجغرافية وتكوين طبقاتها الجيولوجية، فإن مدينة نابلس تعد واحدة من أكثر المناطق الفلسطينية عرضة للكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية. من هنا يأتي عقد هذه المناورة في هذه المدينة لمعرفة سرعة استجابة الأجهزة المعنية وعلى رأسها الدفاع المدني الفلسطيني. من مدينة نابلس المحتلة، حافظ أبو صبرا، رؤيا.